تحت رعاية السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الديوان الوطني للحج والعمرة بالتعاون مع جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة ينظم الملتقى المغاربي الخامس للإرشاد في الحج والعمرة، البعد المقاصدي في الحج والعمرة تحت شعار وأتم الحج والعمرة لله، وذلك أيام 7 و8 و9 مارس 2023 بنادي الجيش بني مسوس الجزائر العاصمة.